العلم بالمعيار الإبليسي، ما هو المعيار الإبليسي؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا معيار إبليسي، أنا خير منه. لكن المعيار المحمدي يزداد خشية، يزداد تواضعا، يزداد رحمة كما سمعنا، يزداد لطفا بالخلق. فكلما ازداد الإنسان من صورة تدين بتعلم أو بتنسك، بتعلم قراءة وفهم مسألة وحفظها، أو بتنسك قام الليل صام النهار، فعلامة الصدق في ذلك وأنها ليست مجرد صورة أن تظهر في أخلاقه وفي تعاملاته، وعلامة عدم الصدق في ذلك ألا تظهر في أخلاقه أو يظهر العكس. كلما تعبد أكثر كلما غلب أكثر، نرى بعض أخواننا هدانا الله وإياهم كلما التزم أكثر كلما أكثر وجهه أكثر، كلما التزم أكثر كلما صار حادا مع الناس أكثر، كلما التزم أكثر كلما احتقر المجتمع أكثر، كلما التزم أكثر كلما صار قاسيا مع أقاربه غير الملتزمين أكثر. من أين جاء هذا؟ ما هكذا كان الالتزام؟ بسبب عدم الربط أو غياب الربط بين صورة الالتزام في النسك أو صورة أخذ العلم وبين حقيقتها، وهي معاملة الله سبحانه وتعالى وشهود فضل الله عز وجل. إذن نحن بحاجة معاشر من يسلك مسلك التدين إلى نظرة صدق في أنفسنا، تعال نراجع أنفسنا بالصدق. يا من أكرمك الله بالتردد على المسجد، ماذا أثمر ذلك لك؟ ما هي نظرتك للذين خارج المسجد؟ ستخرج الآن من المسجد بعد انتهاء الدرس، قد تجد وأنت راجع في الطريق شبابا في حالة سيئة، هذا الذي يرفع صوت المسجل على أعلى صوت ويزعج 5 أو 10 سيارات من حواليه في صورة غناء صاخب ولا يبالي، ويرفع صوته بأشياء غير لائقة، كيف ستنظر إليه؟ هل ستنظر إليه بنظرة إشفاق ورحمة؟ يقول هذا ما سمع الذي سمعنا، يا رب كما أسمعتنا ووفقتنا أسمعه ووفقه. وإذا مررت ونظر إليك تبسمت في وجهه وقلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومريت بهدوء، أثرها في قلبه كيف ستكون؟ أما إذا خرجت من الدرس شعرت أنك عندك شيء من التدين وتعلمت أكثر وصليت في جماعة وخرجت ووجدت ذلكم الرجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، إيش هذا؟ تنظر إليه نظرة الاحتقار، هذا ليست استعاذة بالله من المعصية. ما هكذا تكون الاستعاذة؟ ما هذا مسلكها؟ كان هذا الفرق بين العلم الرباني العلم المحمدي بين العلم الإبليسي. كان يذكرون عن طالب علم تحير، أذهب عند هؤلاء أو أذهب، لا رأى حلقتين مختلفتين، هؤلاء يقولون نحن كتاب وسنة، هؤلاء كتاب وسنة، واحتار أذهب إلى هؤلاء أو أذهب إلى هؤلاء. ذهب إلى أحد الصالحين يستشير وقال أنا أحضر هذا الحلقة وهذا الحلقة، تعال أريك، أخذ بيده ووقف في الحلقة الأولى، هذا إنما من باب الاختبار للمعرفة، ها وقف في الحلقة الأولى وهو الطالب والحلقة غاصة والشيخ يتكلم، فلما رأى هذا الواقف الشيخ التفت إليه قال اجلس ما لك واقف أنت والذي معك؟ قال ما أريد أن أجلس في درسك. قال لماذا لا تريد أن تجلس في درسي؟ قال في نفسي شيء عليك. قال وأنا في نفسي 1000 شيء عليك، أخرج يا شيطان لا تخرب درسنا. طيب قال الذي الشاب الذي يسأله قال هيا نخرج قبل أن يضربوننا، ومشى. ذهب إلى الحلقات الثانية ووقف الشيء أثناء الدرس التفت قال هلا جلستما؟ انظر الفرقة، اجلس بين هلا جلستما؟ قال أنا ما أريد أن أجلس في حلقتك. قال لماذا؟ قال في نفسي شيء منك. فأكب وجهي وبكى الشيخ، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفر الله وأتوب إليه، لعل الله أطلعك على بعض معايبنا التي سترت، استغفر الله ونتوب إليه، وبكى الشيخ. فالتفت هذا الواقف إلى الطالب الذي يسأله قالوا ها في أي حلقة ستجلس؟ عند من؟ هنا ولا هنا؟ فمقياس التدين يظهر في خلق المتدين. إذا كنت تشعر أنك احترت، هؤلاء يقولون نحن على حق وهؤلاء يقولون على حق، انظر إلى الأخلاق، أينما كمنت الأخلاق الراقية كمن الدين، أينما كمنت الأخلاق الراقية كمن العلم، ومهما نزعت الأخلاق الراقية فلا دين ولا علم. لا يمكن أن يكون دين بغير خلق، لا يمكن أن يكون تدين بغير خلق، لا يمكن أن يكون علم بغير خلق. فكل علم أو تدين لا يثمر في أهله خلقا هناك خلل في تدين أهله أو في تعلم أهله، وهذا مقياس. لا نأخذه لنفكر نقيس الآخرين، ها نأخذه لنقيس أنفسنا نحن، لنقوم أنفسنا فيما بيننا وبين الله عز وجل. إذن يحصل الخلل عند المتدين صورة التدين إما بسبب انفصال مفهوم التدين عنده عن الأخلاقيات في التعامل، أو بسبب ماذا؟
انفصالها عند المجتمع، وبالتالي تقييم من المتدين الذي يقدم على الآخر، من الذي يهتم به. والنقطة الأخيرة التي ذكرت الآن ما هي؟ النظر في أثر التدين عليك، النظر في ماذا أثمر فيك تدينك وكيف ارتقيت فيه. فمن ارتقى في ذلك تهيأ لأن يكون حقيقة متدين، تهيأ لأن يكون حقيقة راقيا. ولهذا دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين الصحابة، وكان هذا الرجل بين الناس يعني يشار إليه بالبنان، يلتفت إليه، كان يرى في نفسه أنه أفضل من غيره، فالتفت إليه الناس، فقال رسول الله للصحابة الجالسين: ما تعدون هذا؟ قال الصحابة: يا رسول الله، هذا حري إذا تزوج، إذا خطب أن يزوج، وإذا طلب أن لا يرد. سكت رسول الله، الرجل دخل مترفعا وجلس. بعد قليل دخل مسكين من المساكين الذين لا يؤبه لهم، لكن على صلاح، على تقوى، على صدق مع الله. قال النبي: ما ترون هذا؟ ما تعدون هذا فيكم؟ قال رسول الله: حري إذا خطب أن لا يزوج، من يقبله؟ هذا تعبان ما عنده شيء، وإذا طلب أن لا يجاب. قال: إن هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. قال: عند الله مقياس ربكم، هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. ودخل رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع الصحابة يمدحونه: وهذا وهذا يقوم الليل يصوم النهار يحفظ يعرف يعمل. قال: إني أرى على وجهه سفعة من شيطان. فلما دخل الرجل قال له رسول الله: يا هذا أو يا فلان، هل حدثتك نفسك عندما دخلت إلى المسجد أنك خير من الآخرين الذين في المسجد؟ قال: نعم. قال: قد أبصرت على وجهك سفعة من شيطان، قد أبصرت على وجهك سفعة من شيطان. لأن هذا مقياس، إذا دخلت لا تقر نفسك أنك ترى أنك شيء أفضل من غيرك. ديننا دين الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الذي يثمر الأدب مع خلقه. وبهذا نعيد النظر في تديننا، لأن إذا عدنا النظر في تديننا شعرنا بحاجتنا إلى الصلة بالأخلاق. نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ووفقنا فيها للإقبال عليك، ووفر حظنا من عطائك، وبارك لنا في هذا الموسم، واحفظ الحجاج والمعتمرين وزوار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين، واحفظهم في شؤونهم وفي أحوالهم، وأقبلهم وأكرمهم وأقبل عليهم وأكرمنا بهم يا رب العالمين. ومن لم يكتب له هذا الموسم نسألك أن توفر حظه من تغانم هذه الأيام والليالي، وأن تكرمه بالتوفيق لصلاة الفجر في جماعة، والجلوس إلى طلوع الشمس، وصلاة ركعتين بعد ذكر الله تعالى، حتى يكتب له ثواب الحج والعمرة. واحفظ اللهم أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي لبنان وفي السودان، وفرج عن أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج